الاس نوت من اهم الابليكيشنز بتخص النوت 2، واضيف لها فانكشناليتيز وفيتشرز جديده. خلينا نشوف بعض منها مع بعض. لو فدخلت انا على الاس نوت، اول ما طبعا بيجي بريلودد يعني سامبلز لبعض الاستخدامات للاس نوت مع الاس بن. لو فتحنا واحده جديده عندنا 9 تمبليتس افيلبل. خلينا ناخذ الايديا نوت على سبيل المثال. الايديا نوت فينا نسجل طبعا كل شيء حنسويه في هذا الفيديو، فخلينا نسويها. حنحط ريكورد بريبيرنج. لو ننتبه هنا الى البنز، انا مختار هنا الالوان هذه بريسيت 1 2 3 4 5، هذه الوان. طبعا خلينا نضيف لون جديد. لو افترضنا نبغى الثيكنس هذه وباللون الرمادي على سبيل المثال، عجبني انا هذا الفونت فبروح بحط له بلس. خلاص اضيف الى الليست اوف بنز. شوفوا دحين عم بعمل سكرول داون وسكرول اب بدون ما المس الشاشه عن بعد، فصارت هذه موجوده عندي بريسيت فونتس. اول ما اقرب القلم من الشاشه، الان اول ما اقرب القلم من الشاشه بيروح بيعطيني بريفيو للفونت اللي موجود، فيقول لي هذا الاحمر، ضغطت مره ثانيه اعطاني اللي بعده الاورنج، ضغطت مره ثالثه البيربل، ضغطت عم بضغط على الزر اللي على الاسبن الاخضر، بعدين الاسود، وبعدين بيرجع بينتقل للايريسر. فاصبح الواحد ما يضطر لما عم بيرسم ما يضطر كل شوي يبغى يمحي او يمسح يروح يطلع على المساحه ويختارها، وكل شوي يبغى يغير الفونت لازم يدخل على نفس الاوبشن. صار من خلال ضغط الزر اللي على الاسبن فيني غير الفونت. فلو انا لو افترضنا انا واحد فنان، انا طبعا مش فنان بس خلينا نفترض اني انا فنان، وجيت عم برسم مثلا باللون البيربل، بعدين ابغى الجرين، بعدين البلاك، بعدين الايريسر، بس ما ابغى الايريسر، بضغط مره ثانيه بيجي على الجراي اللي انا توني اخترته، وهذا الريد مثلا، وهذا الاورنج، وهكذا. فممكن انا بعدين اعمل له كذا، يعني شكله حلو ترى، مع انه ما ادري ايش هي فلاج، شكله فلاج كذا، علم فيه الوان جميله ومبتكره. فصار الفانكشناليتي مره حلو. طبعا نحن لو عملنا نحن عم ريكوردينج صح، نضغط عليها بيعمل ستوب. طيب خلينا نقول سيف، اند وي gonna كول ذس مثلا فلاج، اف ال اي جي فلاج، بيوتيفول، اوكي حيسكر. طيب نرجع نعمل كلوز، حيطلع لنا هنا الليست وين هي الفلاج، نفتح الفلاج ونحط بلاي، حيفرجيني كيف رسمتها انا. شوف فرجيني كيف انا رسمت هذه الفلاج او هذا العلم، حبه حبه اكزاكتلي بالطريقه اللي رسمتها فيها انا، ويروح بيسويها. فالواحد يعني لو ابتكر حاجه وعايز يوري الناس كيف هو رسمها في الاول، فمن خلال السكتش ريكوردينج فينا نسوي هذه الحركه. فهذه فانكشناليتي اضيفت للاسبن والاس نوت، وللحديث بقيه ان شاء الله.